يتعرض الحاج خلال فترة الحج لأشعة الشمس الحارة والتي قد تكون ضارة على البشرة في حال عدم الوقاية منها. كذلك تزداد نسبة إصابته بالتسلخات الجلدية نتيجة للمشي لمسافات طويلة خلال درجات الحرارة المرتفعة. وللوقاية من هذه المشكلات الجلدية بإذن الله خلال فترة الحج ننصح بالآتي: الحرص على اقتناء مظلة تقي من الشمس وارتداء نوع جيد من النظارات الشمسية، وكذلك ننصح بوضع كميات كافية من واقي الشمس وذلك قبل الخروج بعشرة دقائق وإعادة وضعه كل ساعتين. وللوقاية من التسلخات الجلدية بين طيات الجسم ننصح باستخدام كميات من الكريمات المضادة للتسلخات. تحتوي هذه الكريمات على مادة الزنك أوكسيد، البانثينول أو الباسلين حتى. للوقاية من الفطريات بين أصابع القدم للمعرضين للإصابة بها ننصح باستخدام بودرة مضادة للفطريات توضع بين الأصابع. وأخيرا لا تنسى استخدام غسول خالي من العطور على الجسم مرتين في يوم، والحرص على ترطيب الجسم كذلك بمرطب خالي من العطور مرتين في اليوم.